السلام عليكم يا اسماء، كي دايرين؟ شجانت مليح جر خضان شنت مشوش ندير واش راجل نشخبان هارا. الحمد لله المغرب يقلف دايس قلفان دايس نهارا فغنت 9 نيودان قلفان المالك نغ يقال واجب الناس السلطة قال الواجب نسان الرجال الأمان قال الشهر نسان الحمد لله كم واحد نغ غاس قوام زي سقلفة عوانس الحمد لله الحمد لله ولا احبابي كان خبز اش غادي نقول لكم اخوتي اذا ناض يفرقي الجنزي النضوع يرغاس من 80 عام نهار فغن 7 كازابلانكا عند كازابلانكا قنيطرة نهار فغنت ثنايين يشتن راس حنا جات راس قواد كمل 6 شهور شكا 17 يوم هاد النهار اخوتي دخلت لينا واحد الفرحة كبيرة كبيرة علاش بلادنا كومسات تحسن المرض كومسا يهود يا ربي علاش على حقاش السلطة مساكين ما كيدخلوش في الرمليات طبع العقبة ان شاء الله لهادوك اللي مرض هادوك 24 اللي راها هنا في الناظور غادي تبرع مي هذاك الطبيب اللي جاب داك المرض هنا دار الغلط كبير دار الغلط علاش نطين غير السماء سيدي ربي العالمين عقيكم اسر هرشه دي هوا هذه هوا ان شاء الله ما يمي السلطة الملك النغ يبلع الديوانات نضع وتفذي جديبارة والنوع يتف المرضى شمات مولتا ما نيمة وجد نضعوها من الحمد لله الحمد لله سيدي ربي العالمين الحمد لله الله يجعل البركة في سيدنا وفي السلطة نتاعنا ورجال الأمان يا ربي تسترنا وتستر فاميليا كاع باغتو كنقول لكم خرجوا هاد النهار الخبر اللي عندي صحيح 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 7 الا 2 تمغارين ديجو حنجي هذا بالزوه 10 يفرغ النهار غير خبر النهار 10 اذا الناض يفرغ الجنزي الناضو 2 فرز وجده غير خبرش شان خبر نظري وغاي تجي واش انت تي شرا يسمع خرجوا جوج من وجده واحد من ناضور و10 جوج من فاس والبيبي و7 كازا قنيطرة هذاك الخبر اللي عندي مليون في المية 100% الله يهنيكم السلام عليكم كنبوسكم.